شايفين السلايد؟ سامعيني؟ تمام يا دكتور. شايفين السلايد؟ طيب هنشوف بقى احنا شفنا ازاي نبني الدايرة. عايزين نشوف ازاي نتست الدايرة. يعني ايه نتست الدايرة؟ يعني نيجي للدايرة ندخل لها input ونعمل simulation ونشوف الاوتبوت ونقارنه بالنتيجة اللي احنا منتظرينها من السيميوليشن ده. بص معايا كده في المالتيبلكسور اللي كنا بنتكلم عليه، عندي مالتيبلكسور لستة إنبوت A و B و C و D و 2 select line select 0 و select 1 و output اللي هو F. تعالوا نشوف الدايرة دي نوصفها الأول إزاي. قلنا إيه؟ جوه الموديول هنوصف الدايرة إزاي؟ في الأول عملنا إيه؟ أول سطر قلنا موديول اسمه ماكس 4 لخمسة إنبوت. أول واحد فيكتور متكون من 2 بيت وبعدين A و B و C و D و output اسمه F. بعد كده الستيتمنت اللي احنا خدناها لحد دلوقتي كانت assignment statement، وشفنا كمان ازاي ننده component، ازاي ننده module. الفيريلوج شبه قوي السي، فانا هنا عايز اقول ايه؟ ان الاوتبوت اف هيساوي ايه لو سلكت بزيرو زيرو؟ الاوتبوت اف هيساوي بي لو السلكت 0 1، الاوتبوت اف هيساوي سي لو سلكت 1 0، الاوتبوت اف هيساوي دي لو السلكت 1 1. هعمل كده ازاي؟ بكيس ستيتمنت. أقول له كيس على سيلكت، لو سيلكت بزيرو زيرو اف بتساوي ايه؟ لو سيلكت زيرو وان اف بتساوي بي، لو سيلكت بوان زيرو اف هتساوي سي، لو سيلكت ب 1 1 اف بتساوي دي، لو لا اف بدونت كير ما يفرقش معايا، اللي بنسميها الديفولت. والكيس اخرها اند كيس، زي ما كان الموديول اخره اند موديول. يبقى دي الكيس ستيتمنت اللي موجوده في الفيريلوج. ايه الفرق بقى
عن simulation language من programming language. لو A ما تغيرتش و B ما تغيرتش و C ما تغيرتش و D ما تغيرتش و select ما تغيرتش، هل F هتتغير؟ حد يرد علي، حد سامع؟ هو المفروض لا لا بالضبط لا هو الإجابة لا، لو سلكت ما تغيرتش وA ما تغيرتش وB ما تغيرتش وC ما تغيرتش وD ما تغيرتش F مش هتتغير. F هتتغير إمتى؟ لو سلكت تغيرت أو A تغيرت أو B تغيرت أو C تغيرت أو D تغيرت. فعندي أمر اسمه always بيقول لي إيه؟ لو أي سيجنال من اللي موجودين في الليستة دي اتغيرت نفذ الكلام ده، لو ولا واحدة اتغيرت مفيش داعي تنفذ الكلام ده. ليه؟ لأن الأوتبوت مش هيتغير. الليستة دي بنسميها sensitivity list. يعني ايه؟ اللي بعد الـ always ده sensitively السيجنال دي، لو السيجنال دي واحدة منها اتغيرت هغير الكلام ده. النوع ده من السيميوليشن يسموه event driven simulation. انا مش هشغل السيميوليتور عمال على بطال، لا انا هشغل السيميوليتور لو السيجنال دي بس اتغيرت. هنا بقول له ايه؟ انه لو سلكت اتغيرت او ايه اتغيرت او بي اتغيرت او سي اتغيرت او دي اتغيرت نفذ اللي بعد الالويز ده. طب هنا بقول له ايه بقى؟ لو جالي انبوت ايه اتغير او انبوت بي اتغير او انبوت سي اتغير او انبوت دي اتغير او السيلكت اتغيرت، احسب لي الاف. هل الديسكريبشن بتاع المالتيبلكسور واضح ولا لا؟ تمام يا دكتور. طيب يبقى ده هو هو نوع السيميوليشن ده اسمه ايه؟ ايفنت دريفن ايفنت دريفن سيميوليشن. شكرا. ان السيميوليتور عباره عن ايفنت دريفن، انا ما بشغلش الحساب جوه السيميوليتور الا لو حصل ايفنت. يعني ايه حصل ايفنت؟ يعني اتغيرت قيمه السيجنال. ان لو انت السيجنال ما اتغيرتش مفيش معنى احسب الدايره. ليه؟ ما الا هيتغير، ما هي اف مش هتتغير الا لو ايه اتغيرت او بي اتغيرت او سي اتغيرت او دي اتغيرت او سيلكت اتغيرت. عشان كده بنسميه ايفنت دريفن سيميوليشن. دكتور معلش حاجه بسيطه بس، اسال الاثنين والعلامه اللي فوق دي بي 00 دي كده انا بسال هل الاثنين بيتس دول بيساوي 00 صح؟ بالظبط كده. وبقول له ايه الكيس بتقول ايه؟ انا هنا بكيس على اني فاريبل، على السيلكت مفروض دلوقتي سيلكت بالظبط كده. فبقول له لو سيلكت بتساوي 00 اعمل كذا، لو سيلكت بتساوي 01 اعمل كذا، لو سيلكت بتساوي 10 اعمل كذا، لو سيلكت بتساوي 11 اعمل كذا، لو لا اعمل كذا. طيب تمام. سيلكت دي عبارة عن ايه؟ عن فيكتور اهو. سيلكت دي عبارة عن فيكتور من 2 بت. فبقول له ايه؟ يعني لو سيلكت دي بيت واحدة كنت كتبت هنا 0101، لكن سيلكت له 2 بت. فبقول له سيلكت دي اما تساوي 0000 2 بت باينري وقيمتهم 00.
تمام. سيلكت دي بقى عباره عن اتنين وايرز ولا اتنين فليب فلوبس زي الريجستر؟ انا هنا معرفها على انها ايه، فانها واير. واير ما دام ما كتبتش ريجستر تبقى واير. طيب خلاص تمام. سيلكت اهي، السيلكت هنا دي انبوت، وهنا مفيش ولا ريجستر، فيبقى كده هما وايرز. قلنا امتى بستخدم ريجستر؟ لو عندي اوتبوت من فليب فلوب. معايا ولا لا اللي بيسال؟ تمام خلاص تمام. يبقى كده احنا ايه وصفنا يا دكتور؟ اتفضل. او بالنسبه للماكس اللي احنا عاملينها دي، احنا كنا عاملينها قبل كده، فدي مبنيه عليها يعني، مش حاجه جاهزه جوه البرنامج اصلا بستخدمها كبلوك على طول، صح؟ انا اللي كاتب الماكس اهو. ما هو الماكس اهو، الماكس هم كام سطر دول؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سطر دول انا كاتبهم بيعملوا موديول اسمه ماكس، زي ما انتوا النهارده باذن الله هتعملوا اخر النهار موديول اسمه ايه؟ فول ادر. الموديول اللي اسمه الفول ادر ده جواه كام لاين؟ بيعمل ايه؟ تو انستنت لمين؟ لاثنين هاف ادر. والهاف ادر ده نفسه عباره عن ايه؟ عن موديول في انتر كونكشن ما بين ايه؟ ما بين اند اور واكسور. دكتور لو سمحت معلش، الاولويز بتخلص فين؟ الاولويز اللي وراها كله هي منتظره سطر واحد، يعني كل دول بالنسبه للاولويز سطر لحد الاند كيس. الاند الكيس بالظبط، الكيس والاند كيس دول سطر واحد، دي ستيتمنت واحد، كيس واند. الاند موديول مش جواها. لا، الاند موديول ده اخره مين؟ الموديول نفسها. هو الموديول ده، الموديول ده، الموديول ده اخره الاند موديول ده، والكيس دي اخرها الاند كيس دي. يعني الاولويز بيشيل كيس بس؟ لا، بيشيل ستيتمنت واحده. لو عايز اكتر من ستيتمنت اكتب بيجين واند. يعني الاولويز ده بيشيل الستيتمنت اللي بعدين لحد ما تخلص. لحد ما تخلص بالظبط. لو هم اكتر من ستيتمنت يبقى احطهم ما بين بيجين واند. اوكي ماشي، شكرا يا دكتور. لكن هنا الاولويز ده هو الستيتمنت اللي وراه اللي هو دول، ان بقول له الستيتمنت دول سنسيتيفلي السيجنال دي. معايا؟ اوكي ماشي، شكرا يا دكتور. يبقى ده المالتيبلكس. اسال. انا اقصد ان المالتيبلكسر، احنا كان المالتيبلكسر احنا واصفينه كبروجرامنج قوي، يعني مش يعني مش كهاردوير قوي اللي هو كان الاند اور انفرتر اللي احنا كنا واصفينه قبل كده. بالظبط يعني كده، حاسس كده هو كده هو. انا لما بوصف الدايره في زي ما خدنا في اول محاضره في كذا ليفل من الوصف. اول حاجه خالص بنسميه بيهيفير، اللي انا وصفه ده بيهيفير او الجوريثميك، ناس تسميه الجوريثميك ومعظم الناس تسميه بيهيفير. في اول محاضره كنا مسمينه الجوريثميك. انا بوصف الالجوريثم اللي بيوصف المالتيبلكسور، زي ما انت بتقول بروجرامينج، المالتيبلكسور بيعمل ايه، ده اسمه الجوريثميك او بيهيفير. بعديها بقى الليفل اللي ورا بنسميه جيت ليفل، بس قبل الجيت ليفل في ريجستر ليفل. الريجستر ليفل يعني ايه؟ مثلا في حاله المالتيبلكسور ده انا ما عنديش ريجستر خالص. ليه؟ لانه كومباينيشنال سيركت، عندي شويه جيت، يبقى هوصفه كجيت ليفل ازاي؟ بالطريقه اللي انت بتقول عليها زي ما خدته في اللوجيك، ده نوع تاني من الوصف اللي احنا عاملينه ده. بيهفل. اسال اللي بيسال. ما سمعتش السؤال لو تسمعي. في حد كان عايز يسأل؟ طيب، يبقى زي ما اللي زميلكم بيقول ده اسمه behavior. البيهيفير ده أنا بوصف الالجوريس، بوصف المالتيبليكسور بيشتغل إزاي، مش المالتيبليكسور معمول إزاي، مش المالتيبليكسور معمول إزاي. مين فاهم لحد دلوقتي؟
مين مش فاهم؟ فاهمين؟ تمام يا دكتور. بما انه زميلكو سأل وده سؤال كان كويس النهاردة بإذن الله بعد ما تروحوا وتخلصوا الفول آدر هترصفوا نفس الملتيبليكسور ده على الجيت ليفل، هتفتحوا كتاب اللوجيك ولا المحاضرات بتاعت الدكتور أيمن تاخدوا منها الوصف بتاع الملتيبليكسور جيت ليفل ازاي وتعملوه وتسيميليتوا اللي محطوط اللي انا كاتبه ده وتسيميليتوا التاني، ومفروض الاثنين لو انتوا وصفينهم صح يطلعوا نفس النتيجة. واضح اللي انا طالبه ولا لا؟ تمام يا دكتور. فده علشان اخليكم يعني تعمل، يعني انا بستخدم اللي هو الجيت ليفل ده واللي هو البروجرامنج ليفل اللي هو الالجوريزمك ده عشان اقدر اعمل بيهم سيميليشن اتاكد ان حلي صح، يعني دي الفكرة كلها. مش بس كده، أما إيه؟ بص كده، أما باجي بعمل دايرة مش أنا اللي بعمل كل حاجة بإيدي، الكات تول زي السيميليتور بتساعدني في الدايرة دي، في إن أنا بعمل الدايرة. انت عايز توصف عايز تصمم ملتيبليكسور، عايز تعمل دايره تعمل ملتيبليكسور، اسهل حاجه بالنسبه لك انك تكتب اللي انا كاتبه ده، ان ده بيوصف ايه السبيسيفيكيشن بتاع الملتيبليكسور. مين معايا؟ تمام، ده الاوبريشن بتاعه نفسه، ده الاوبريشن بتاع الملتيبليكسور بنسميها سبيسيفيكيشن. باخد من المانيوال للسبيسيفيكيشن، واحد قايل لي اعمل لي دايره اما دخل لها 4 انبوت ودخل لها 2 انبوت تانيين على حسب قيمه الاثنين انبوت هطلع اوتبوت، ده اللي انت وصفته وعملت له سيميوليشن وتاكدت ان وصفك ده صح. معايا كده لحد دلوقتي ولا لا؟ تمام. الناس بقى بتوع الديزاين بيعملوا ازاي؟ زي ما في تول اسمها سيميوليشن في تول اسمها سينسز. التول اللي بتعمل سينسز دي تدخل لها الديسكريبشن اللي انا كاتبه على السلايد ده، هي تعمل لك جينيريشن للجيت ليفل بنفسها، دي بنسميها سينسز تول. ازاي؟ الراجل بتقول له اما تيجي توصف الدايره كفايه توصف لي السبيسيفيكيشن بتاعها وانا اعمل لك الجيت ليفل بتاعها. الجيت ليفل بتاعها ايه اللي انت كنت بتقول عليه؟ شويه ملتيبلكسور واندور. هو اوتوماتيك ياخد من السبيسيفيكيشن دي يطلع جيت ليفل. يعني ايه؟ لو هو لقى كيس ستيتمنت، الكيس ستيتمنت دي كانه بيعمل ايه؟ كانه بيعمل اف ستيتمنت. الإف ستيتمنت ديت لو أنا عايز أبني لها دايرة كأني هعمل إيه؟ كأني هجيب دايرة ملتيبليكسر. فالسينسز تول تروح عاملة إيه؟ أول ما تلاقي إف ستيتمنت تروح حاطة ملتيبليكسر. بقول له إيه؟ A بلس B. A بلس B معناها إن أنا بعمل إيه؟ بجمع. أول ما ألاقي بلس أروح شايف A طولها كام بيت؟ وبي طولها كام بيت واروح مطلع حاطط ريبل ادر ولا حاطط فور بيت ادر ولا حاطط خمسة بيت ادر. افترض ان انا لقيت A minus B عملت لها سيميوليشن في السبيسيفيكيشن، يروح شايل الماينس دي ويروح حاطط دايره سبتراكشن زي اللي انتوا خدتوها في ماده اللوجيك. الحاجه التول اللي بتعمل الكلام دي اسمها سينسس تول. هل اللي انا بقوله ده مفهوم ولا ما حدش فاهم حاجة؟ لا كده مفهوم. يعني احنا بقى طول الكورس بقى هنكتب اللي هو اللي بيعمل سبيسيفيكيشن بس ولا هنعمل الاثنين؟ لو خليط لان الديزاينر بيعمل خليط برضو. يعني
الديزاينر تلاقي حته كده طلعت في دماغه يكتبها بيهيفير اللي هو زي ما انا كاتب كده تمام. وحته تانية يقول لا انا هعمل الجيت ليفل عشان انا عايز اوبتمايز بنفسي. يعني ازاي؟ لو انا جيت الراجل الديزاينر زي ما هتكتب كده A plus B، طيب هو هيجيب ادر من عنده السنسس تول. افترض ان انا عندي ادر احسن، اروح انا عامل ايه؟ واصف الادر جيت ليفل واحطه في الدايره بتاعتي وانده البلاس بتاعي ده مش البلاس بتاعه. ففي الديزاين هتلاقي خليط ما بين البيهيفير والار تي ال والجيت زي ما اتفقنا بتاع الكمبيوتر انجينيرينج اخر حته عنده في الديزاين ايه؟ الجيت. الراجل بتاع الكمبيوتر انجينيرينج اخر حته الديزاين عنده الجيت، وبتاع الالكترونيك يبتدي من الجيت. بتاع الالكترونيك بياخد الجيت وزي ما خدته مع الدكتور سامح السنه اللي فاتت يشيل الجيت دي ويحط، يشيل الاند جيت دي ويحط مثلا 4 سي موس ترانزستور ولا 2 سي موس ترانزستور. ده بتاع الالكترونيك. بتاع الكمبيوتر يعمل ايه؟ ياخد البلس ويحولها لي 4 بيت ادر، ياخد الاف يحولها الماكس. دي كلها خطوات في الديزاين، دي خطوات في الديزاين. بتاع الكمبيوتر بيقف على الجيت، اما بيقف على الجيت بيستخدم كام ليفل في الديزاين؟ لا اما بيهيفير، لا اما ار تي ال، لا اما لوجيك. بيهيفير زي اللي انا كاتبه ده، ار تي ال ساعه ما بياخد ده اهو، ده هو ار تي ال. ليه ار تي ال؟ انا خدت الريجستر بحاله ونقلته لريجستر تاني، ده اسمه ار تي ال. لكن لو انا عملت بيت بيت ده اسمه جيت. لو انا كتبت بإيف ستيتمنت اسمه الجوريزميك او بيهيفير. دول التلاتة ليفل اللي المهندس بتاع الكمبيوتر بيعمله. مهندس الالكترونيك ياخد الجيت ويحولها لشوية سي موس ترانزستور. يبقى ده الديزاين ازاي بيعمله اكتر من مهندس. الديزاين بيعمله اكتر من مهندس. نكمل كده بقى دلوقتي. الناس مش بتعمل دواير عشان تعمل دواير بس، لا، الناس بتعمل دواير عشان تشغل سيستم. اما تيجي تعمل امبيدد سيستم انت عامل البروسيسور ده علشان تشغل عليه برنامج بيتعرف على صورة. يبقى عندي في واحد بيكتب بروجرام بينزله بعد كده على بروسيسور، في واحد تاني بيصمم البروسيسور على RTL وجيت، واحد تالت ياخد الجيت يحوله إلكترونيك. دول تلاتة مهندسين مختلفين. اللي فوق ده اسمه Embedded System Engineer أو System Engineer، لازم يكون عارف الهاردوير معمول من إيه. بعد كده بتاع الهاردوير بيعمل الحاجات اللي احنا عمالين نشرحها في الكورس بتاعنا ده. بتاع الإلكترونيك أو الكورس ده والكورس اللي ده لكم الدكتور واثق في سنة تانية، وبتاع الإلكترونيك ياخد الجيت دي ويفكها لي ترانزستور. ده اللي زي ما اداكوا الدكتور سامح في سنة تانية. هل الصورة واضحة كده ولا لا؟ تمام. طيب نكمل بقى. معلش، هو في المالتيبلكسر سلام، بس هو انا لما حضرتك كتبت اولويز فدي كده بتلسن لو في لو اي او بي او سي او دي او سيلكشن اتغير، صح؟ تمام. لو انا عندي اند جيت الانبوت اتغير، مش كده لازم برضه اكتب لها اولويز؟ بس لو انا جاي بقول ايه، انا عندي اند جيت وعايز اغير لها سيجنال، لو كتبتها جوه الكيس كده محتاج اكتب ايه اند بي. لكن تعالى هنا بقى، ده مش عارف هنا في واحده ولا لا، هنا انا كتبت له ايه؟
assign statement. ال assign statement دي هتتفك كأني بقول لو A أو B اتغيرت احسب الحسب. اللي بيسأل معايا ولا لا؟ خلاص تمام شكرا. ال assign دي statement كأنها هتتفك ب واحد فين كأنها هتتفك ب always وجوه always دي في ايه A or B معايا ولا لا؟ ايوه تمام شكرا تمام. لكن زي ما انت بتقول ما دام event driven simulation اي signal مش هت اي expression مش هيتحسب الا لو signal اتغيرت. مين معايا لحد الوقت؟ تمام. احنا بقى ايه عايزين نختبر الدايرة دي، عايزين نتست الدايرة دي. طيب عايز اتست الدايرة دي ازاي؟ ادخل قيمة السيلكت وقيمة البي وقيمة السي وقيمة الدي واشوف اف طلعت صح ولا غلط. مين معايا في الكلام ده؟ تمام يا دكتور. هل وحدك هل ان انا في الحالة دي عشان اتست الدايرة دي تمام وابقى متأكد انها صح عايز اعمل كام تيست كيس؟ اربعة. انا عندي كام انبوت؟ او خمسة ستة. ست يبقى عايز اعمل كام تيست كيس؟ 2 أس 6 لازم أعمل 64 تيست كيس. عشان إيه؟ أبقى تستيت الدايرة بالكامل. إزاي؟ أحط سيلكت بزيرو زيرو وإيه بزيرو وبي بزيرو وفي سي بزيرو ودي بزيرو وأشوف إف إزاي، وأحط سيلكت بزيرو زيرو إيه بزيرو وبي بزيرو وسي بزيرو ودي بواحد وأشوف الدايرة تطلع كام، وأدخل كلهم بزيرو و سيب واحد وجيب زيرو، وبعدين كلهم بزيرو وسيب زيرو وسيب واحد وجيب واحد وهكذا، كاني هعمل التروس تيبل بتاع الدايره. لو انا عايز اتست الدايره دي في كل الاحتمالات لازم ادخل الكومباينيشن بتاعه كل الانبوت. احيانا اقدر اعمل كده واحيانا ما اقدرش. يعني لو دايره زي ال 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 يو اللي انتوا خدتوها السنه اللي فاتت مع الدكتور واثق، ده كان فيها 32 انبوت للانبوت الاولاني بتاع ال يو، و32 اوتبوت للانبوت الثاني، و 5 6 لاين بتوع الاوبريشن، فيبقى عدد الانبوت بكام؟ يجي 70 لاين. يبقى انا عشان اكفر كل الحاجه محتاج 2 اس 70. اللي انا بقوله ده مفهوم ولا لا؟ حد فاهم اللي انا بقوله؟ مفهوم دكتور. انا مش فاهم ليه 64. بص يعني كده اوكي. انا عندي ايه؟ عندي هنا كام انبوت؟ هو انا عندي اي بي سي دي وسيلكت 2، يبقى عندي 6 انبوت. انا عايز اعمل كل الكومبينيشن بتاعتهم عشان اتاكد ان الدايره بتشتغل في جميع الاحيان صح. يعني ازاي؟ عايز ادخل اف 0 وبي 0 وسي 0 ودي 0، وادخل سيلكت 1 ب 0 وسيلكت 0 ب 0، ادخل السته لاين دول واشوف الاوتبوت هيطلع صفر ولا لا. بعد كده ادخل دي ب 1 والباقيين كلهم بصفار، وهكذا اللي هم ال 64 كومبينيشن اللي ممكن الاقيهم في التروث تيبل. اللي بيسال فهمت كده. شكرا يا دكتور. ده ليه محتاج كل الكيسز دي؟ طبعا في دايره صغيره زي كده ممكن، لكن في الدوائر الكبيره بيبقى صعب ان اعمل كل الكيس. ده بقى بنسميه ايه؟
ان انا ادخلهم كلهم او ادخل شويه او حاجه زي كده بنسميها تيست بنش. عايز اعمل تيست يتستيل الدايره دي، اقول ايه؟ هدخل الاول 4 اصفار وبعد شويه ادخل 1 و3 اصفار وهكذا، ده بنسميه التيست بنش. بص كده بقى، انا عايز اتست الدايره اللي اسمها مالتيبلكسور 4. بص لي كده، دي الدايره دي، ده هي دي، الدايره دي هي اللي اسمها مالتيبلكسور 4. عايز اعمل منها انستنس اهي، هعمل منها انستنس اسمه ام و من مالتيبلكسور 4. نفس الحاجه اللي كنا عملناها اما جينا نعمل كومبوننت، وقلت له ايه؟ عندي سيجنال اسمها تي سيلكت وصلها بسيلكت، وسيجنال اسمها تي اي وصلها بايه، وسيجنال اسمها تي بي وصلها ببي، وسيجنال اسمها تي سي وصلها بسي، وسيجنال اسمها تي دي وصلها بدي، وسيجنال اسمها تي اف وصلها باف. عايز اعمل ايه بقى؟ ادي قيم للتي سيلكت والتي اي والتي بي والتي سي والتي دي، وديسبلاي الفاليو بتاع تي اف. فعملت موديول اسمه ماكس فور تيست، عملت موديول اسمه ماكس فور تيست، عملت انستنت للمالتيبلكسور، وعايز دلوقتي ادي قيم لتي سيلكت وتي اي وتي بي وتي سي وتي دي وتي اف واسف تي دي، واشوف قيمه تي اف. مين معايا لحد الوقت؟ تمام. بص لي كده بقى، انا عايز اقول له ايه؟ خلي بالك في الهاردوير غير السوفت وير. اما انا بكتب البرنامج، بكتب البرنامج مفيش تايم، مفيش تايم عندي، بقول له اكس بتساوي 5 وبعدين اكس بتساوي 7 وبعدين واي بتساوي اكس زائد زد مثلا. في الهاردوير عندي تايم، الدايره بتمشي وقت، الجيتس بتاخد ديلي. فانا عايز اقول له ايه؟ لو تسمح انا عايز اتست المالتيبلكسور بتاعي ده ب التايمينج دياجرام ده، عايز اتست الدايره بتاعتي دي بالتايمينج دياجرام ده. الاول حط لي تي سيلكت بزيرو، وبعدين استنى 30 نانو سكند وحطها بزيرو واحد، وبعد ما تحط تي سيلكت بزيرو استنى 10 نانو سكند وحط تي اي بزيرو، وبعدين استنى 40 نانو سكند وحط تي بي بزيرو. خلي بالك التايمينج دياجرام اهو اللي قدامك ده، اللي تحت ده التايم بالنانو سكند. بقول له ايه؟ اول ما تبتدي عند التايم زيرو حط تي سيلكت بزيرو اهي السطر ده، وبعدين استنى 10 نانو سكند، ما انا بعمل سيميليشن بقول للسيميليشن يعمل ايه، وحط تي اي بزيرو،
وبعد 10 نانو سكند كمان حط تي اي بواحد، وبعد 10 نانو سكند كمان حط تي سيلكت بزيرو واحد، وبعد 10 نانو سكند كمان حط تي بي بزيرو، وسيميوليت بقى ووريني تي اف اللي هو الاوتبوت هيساوي كام. كده انا عملت ايه؟ دخلت التايمينج دياجرام للسيميوليتر. التايمينج دياجرام اللي انا كنت هرسمه بايدي ده هدخلتيه للسيميوليتر. هدخل التايم بدخله ازاي؟ بهاش الرقم اللي انا عايز استناه، بقول له حط الاول تي سيلكت بزيرو زيرو، بعد كده استنى 10 نانو سكند وحط تي اي بزيرو، وبعد كده استنى 10 نانو سكند وحط تي اي بواحد، بعد كده استنى 10 نانو سكند وحط تي سيلكت بزيرو واحد، وبعد كده استنى 10 نانو سكند وحط تي بي بزيرو. ده هنا ايه؟ الموديول اللي اسمه فور تيست اللي انا بقول عليه ده، بقول له ايه؟ وخلي لي بالك ده الموديول اهو، اما كان يدوم ما فيهش غير الملتيبلكسر. تعال بقى نكمله. بقول له ايه؟ ادي الاستيمولا بتاعتي، ده الاستيمولس، بتسمي القيم بتاعة الانبوت اللي بدخلها علشان اتست الدايرة بنسميها استيمولس. الانبوت اللي بدخلها عشان اتست الدايرة بسميها استيمولس. ده الاستيميولا بتاعتي. هتخش على ايه؟ على المالتيبلكسر. يطلع لي ايه؟ الاوتبوت. الاستيميولا دي بطلعها من فين؟ بطلعها من البلوك ده. بقول له ايه؟ في البلوك ده اعمل اللي انا كنت راسمه ده دلوقتي. البلوك ده هو الكم سطر دول. بقول له ايه؟ في الاول طلع تي سيلكت بزيرو زيرو، بعد كده استنى 10 نانو سكند وطلع تي اي بزيرو، بعد كده استنى 10 نانو سكند وطلع تي بي بزيرو، بعد كده استنى 10 نانو سكند وطلع تي سي بزيرو واحد، اللي هم الكام سطر دول. هدخلهم على ايه؟ على التي سيلكت هدخلها على سيلكت، والتي اي هدخلها على ايه، والتي بي هدخلها على بي، والتي سي هدخلها على سي. بعمل انستانشيشن للكومبوننت اللي اسمها ماكس فور زي ما بنعمل، والتي دي طلعها على دي، وطلع لي الاوتبوت اللي طالع من المالتيبلكسر ده انا عايز اتفرج عليه اللي هو التي اف. وبقول له ايه؟ السيجنال دي محتفظه بقيمها في التايم، علشان كده معرفها على انها ريجستر. يبقى ده الكومبوننت اللي هتعمل لي التست. خلي بالك انا وصفت المالتيبلكسر ده، حطيته جوه تيست بنش جنريتور، ادي الاستيميولا ده هيطلع لي التيست بنش بتاعي، واروح قاري الاوتبوت ده. طب اعرف اقرا الاوتبوت ازاي؟ زي ما في عندي في السي اس امر اسمه برنت اف، عندي امر اسمه مونيتور. بقول له ايه؟ لو تسمح اطبع لي قيمه التايم
ده variable predefined في ال Verilog وطبع لي ال T select وطبع لي ال T A وطبع لي ال T B وطبع لي ال T C وطبع لي ال T D وطبع لي ال T F. هيعمل ايه؟ يروح طابع في التايم اللي هو 0 0 قيم A و B و C و D و F. عندك تايم 10 يطبع لي A و B و C و D و F. اروح انا لما باصص على اللي طالع ده اشوف قيمة السيميوليشن بتاعي صح ولا غلط. مين متابع؟ الدكتور نسيب عندي سؤالين بس. اسأل. هو ينفع حاجة بس ترجع للسؤال اللي قبل دي؟ حاضر. قولي. هو ليه TA و TB احنا مسمينهم ريجسترز مع انهم مش طالعين من فليب فلوب؟ كأنهم طالعين من فليب فلوب. ليه؟ هما دول في الحقيقة طالعين من فين؟ من تايمينج دياجرام اللي هو ده. المسافات ما بينهم في تايم ولا لا؟ في. علشان كده كأنهم طالعين من فليب فلوب. بينما تي اف ده طالع من فين؟ من ماكس. من الماكس ده خلاص ده واير. فعشان كده الانبوتس دول كأنهم طالعين من فليب فلوب. ليه؟ لانه طالعين ما بينهم تايم. طالعين ما بينهم ده. ايوه. طب سؤال تاني بقى، هو ليه بتست يعني تي اي ايكوال 0 تو اي ايكوال 1؟ مش طيب قلت في 64 كيس؟ بقى انا يا دوب بقى في التست بنش بتاعي انا يا دوب عايز اتست الحته دي. يعني ازاي؟ لو انا في كل الكيسز اكتب تست بنش طويل، لكن انا بقول انا الدايره بتاعتي دي اللي انا مهتم بيه اتسته دلوقتي هي كام حاجه دول. ايوه كده فهمت. زي ما تيجي تكتب برنامج ممكن تتستو بانه تدخل كل القيم، او تقول لا والله انا يا دوب محتاجه تست الكام حاجه دول. اوكي شكرا. كان في حد ثاني عنده سؤال يا دكتور؟ واحنا بالنسبه للتايم اللي احنا مسمينه 10 نانو سكند، هي كلها بالنانو سكند التايم اولا وكلهم ممكن نغير هنشوف. يعني في بداية السيميوليشن أقول له اليونت بتاعتي إيه؟ ممكن أقول له اليونت بتاعتي نانو سكند في الأول خالص، أو ممكن أقول اليونت بتاعتي ميلي سكند، أو ممكن أقول اليونت بتاعتي مايكرو سكند. إزاي؟ عندي حاجة اسمها تايم سكيل. عندي أمر في الفيريلوج بقول له التايم سكيل بتاعي القيمة والسمولست برسيشن. يعني ازاي؟ هنا بقول له ايه التايم سكيل بتاعي نانو سكند، ده الديفولت، لكن ممكن اقول له التايم سكيل بتاعي 10 نانو سكند. يبقى اما اقول له 1 ما بقاش قاصد نانو سكند، ابقى قاصد 10 نانو سكند. ده يجاوب على سؤالك؟ تمام. يعني بالنسبة لو مايكرو أشيل واحد من وقت ما كان مايكرو سكند بالضبط كده. تمام. نرجع بس حضرتك تاني، عايز أسأل حاجة تانية أورا دي ولا لسه ولا ورا خالص؟ أنا لا قدام بقى يعني قدام أصلا أي نعم هنا؟ احنا بالنسبة اللي احنا في السيركت ذات نفسها بعد ما وصفنا التايم وكله تمام، ال قولي السؤال بالسير. مشكلة نسيت السؤال. مش مهم مش مهم. طيب دلوقتي هو ازاي انا عندي تيست كيس واحدة والتي ايه فيها بتتغير؟ في اللي هو التست كيس اللي درسناها دي؟ يعني هي تست كيس واحده، ازاي تي اي في تغير فيها؟ ما انا عشان ما بينهم تايم. انا بقول له ايه؟ انا كاني برسم اهو الدياجرام ده، بقول له ايه؟ التي اي في الاول بدونت كير، بعد 10 نانو سكند بقت بزيرو، بعد 10 نانو سكند بقت بواحد. ما ده بقى الميزه ان انا عندي تايم. ده مش زي programming language ما عنديش time، لا ده hardware description language عندي time. فأول ما بديت simulation TA كانت don't care، بعد 10 نانو سكند قلت له عايزها بزيرو،
اللي هو السطر ده، وبعد 10 نانو سكند كمان قلت لها عايزها واحد. ده يجاوب على سؤالك؟ تمام. انا عايز منك ان هو كلهم بيشتغلوا كوميوليتيف، فعشان كده كل الانستراكشر بتتنفس في سنجل سايكل، فعشان كده التايم عمال يزود على اللي بعده. بالظبط. ايه اللي بقى بالظبط كده؟ ايه في الديزاين ده عندي بقول ايه؟ عند التايم زيرو هحسب الدايره، بعد كده التايم الجاي اول تغيير هيجي بعد قد ايه على حسب الاستيميولا اللي انا عاملها دي 10 نانو سكند. عند 10 نانو سكند الاستيميوليتور هيحسب دايره مره كمان. بعد كده شيء ايه هتتغير تاني امتى؟ بعد 10 نانو سكند. بعد 10 نانو سكند كمان الاستيميوليتور هيحسب الدايره كلها. بعد كده تي سيلكت هتتغير بعد كده ب 10 نانو سكند هيحسب الدايره كلها. بعد 40 نانو سكند اللي هم الثلاثة عشرة وعشرة التي بي هتتغير تبقى بزيرو، السيميوليتور يحسب الدايرة كلها كمان مرة ويطلع الاف وهو ماشي كده. زي ما ده الانبوت هيبقى فيه اوتبوت تاني بيطلع التي اف اللي طالعه من المالتيبلكسر. ده يجاوب على سؤالك؟ تمام كده. طب سلايد التايم سكيل الرقم اللي بنقسم عليه ده ايه؟ لا ده مش ده بقسم عليه، بقول ايه اقل يونت عندي قد ايه واقل برسيشن عندي قد ايه. يعني ازاي؟ ممكن اقول ان اليونت بتاعتي 1 نانو سكند بس انا مش عايزه يحسب الا كل 10 نانو سكند، فالرقم اللي هيطلع هيبقى مكتوب بالنانو سكند بس انا مش هعرف ازود التايم ب 3 نانو سكند، لازم ازودها ب 10 نانو سكند. فاهم انا بقول ايه بالظبط؟ ايه ده انا بقول له ايه؟ بقول له اليونت اللي في الثانيه دي بقول له اليونت عندي 10 نانو سكند، ده مكتب واحد انا قاصد 10 نانو سكند، فوق مكتب واحد انا قاصد 1 نانو سكند. بس ممكن اقول 1 نانو سكند على 10 نانو سكند، يعني ايه؟ ان انا عندي التايم يونت بتاعتي 1 نانو سكند بس انا مش هادفانس السيميوليشن الا بوحدات 10 10 10 20 30 مش حاجه في النص. بالظبط. شكرا يا دكتور. اللي انا عايزه منكم النهارده اتفضل. معلش اخر حاجه بس، هو بالنسبه للسيريال المونيتور اللي احنا هطبع بيها الحاجه على الشاشه زي سي اوت او سي بلس بلس، طب انا دلوقتي عايز اطبع تي اي مثلا زي ما احنا كاتبين كده، هل هيطبع انهي فاليو بقى لانهي تيست؟ ما احنا عندنا التايم عند التايم، ما انت بتطبع في الاجل ايه التايم. هو هنا مش هيطلع لي سطر واحد، هنا مثلا هيسيميوليت كم مره؟ هنا هيسيميوليت خمس مرات، مره عند ست مرات، مره عند تايم زيرو، ومره عند تايم 10، ومره عند تايم 20، ومره عند تايم 30، ومره عند تايم 40، ومره عند تايم 50. كل ما قيمه تتغير، احنا قلنا ان السيميوليشن هيتم اما السنسيتيفيتي ليست تتغير. فانا هنا في الاول خالص عند تايم زيرو سيلكت اتغيرت، هيحسب ويعمل مونيتور. بعد 10 نانو سكند هيحط تي اي بتساوي زيرو، يحسب ويعمل مونيتور، وهكذا لحد ما يوصل لايه 50 نانو سكند. اللي انا عايزه منكم النهارده حاجتين. اتفقنا هنعمل فول ادر ب 2 هاف ادر، انتوا هتعملوها بنفسيكم وتشوفوها بتشتغل صح ولا لا. بعد كده عايز المالتيبلكسر بالتست بنش بتاعه تكتبوه زي ما هو، تكتبوه زي ما هو وتعملوا له كومبايليشن وتعملوا له سيميوليشن وتتاكدوا ان انتوا عملتوا كومبايليشن وسيميوليشن صح. وطبعا لو ما عرفتوش تطلبوا مساعده من نورهان ايه بـ 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 بالميل باي حاجه ايه في السكشن. في حد عنده اي سؤال تاني؟ طب انا باذن الله بعد المحاضره على طول هحط لكم على بقى التيمز الجديد، على التيم الجديد ده البي دي اف بتاع المحاضره، ونفس الكلام لدفعه لائحه 2003. وحد منكم ياخد التو ريكوردنج دي ويحطوها على اليوتيوب على الشانل اللي انتوا بتحطوا عليها حاجه، عشان لو في حد من زمايلكم ما بيحضرش يقراها من هناك. اتفضلوا.